مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم والشكر الجزيل يا زميل علاء السلامي على هذه المعلومات لأهم العناوين الأخبارية. نتواصل مع فقرات حلقتنا لهذا اليوم. نقف عند فقرة نقاش صحي، في هذه الفقرة نطالع موضوعا مهمة الكل يحتاجها صغارا وكبارا بمختلف مراحل العمر، ولكن تحديدا في فترة الطفولة ممكن تبدي بالاهتمام بها، ممكن راح يجنبنا الكثير من المشاكل اللي هي مشكلة واللي يعاني من عندها البعض، اللي هي مشكلة التهاب اللثة. السبب هو ممكن تكون عدم العناية بالأسنان، ومشاكل كثيرة راح نطالعها بهذه الفقرة بالتحديد مع أخصائية طب الأسنان الدكتورة زينة فوزي. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإن شاء الله صباح مليء بالطاقة الإيجابية، مليء بالصحة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله صحة وعافية للجميع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. صباح الخير علي دكتورة زينة، وشكرا لانضمامك معنا في حلقة هذه. أنا مشكورة لكم. الله يبارك بكم دكتورة زينة. احنا مثل ما نعرف يعني مشاكل الأسنان تجي أول شيء من مشاكل اللثة. إذا حافظنا على اللثة نحافظ على الأسنان. صحيح. بداية خلينا نتحدث شنو الأسباب التي توعز إلى التهاب اللثة؟ اللثة المشكلة بالتهاب اللثة، اللثة الشيء اللي سبب التهاب اللثة هي وجود مادة البلاك. البلاك هي فد طبقة فد غشاء لزج، هو يتكون على سطح الأسنان. نعم. هذا يتكون من بكتيريا وسكريات، راح يغطي طبقة اللثة والأسنان. إذا ما انتظم التفريج والعناية بالفم والأسنان، هاي الطبقة البلاك راح تتحول إلى مادة صليبة. هاي المادة الصليبة احنا نسميها كالكولاس، هي الجير يعني باللغة العربية. هاي تكون المادة صلبة، يصعب إزالتها بالخيط بالخيط الطبي وبالتفريج، راح تسبب التهاب للثة، يصير التهاب مزمن. والسبب الثالث للالتهاب اللثة هو عدوى بكتيرية. العدوى البكتيرية هم أيضا سبب لنا التهاب للثة. هاي أسباب التهاب اللثة. العدوى البكتيرية تجي يعني مثلا نتيجة فد مرض معين أو فسبب يعني حتى إذا مثلا استعمال غير الفرشات الأسنان طبعا. نعم. لازم هاي يعني كلش خطأ إنه مرات تشوفين عائلة من الأطفال، خاصة الأطفال. أي هو هاي قصدي. هاي المشكلة الأطفال. نعم. من واحد لواحد فرش الأسنان، لا طبعا هذا كلش فد شيء خطأ. كل شخص لازم إلا حتى الطفل إلا فرشة أسنان هي خاصة به. نعم. لأنه تدين يعني كل فم بي يعني ببكتيريا بي، فما يصير تنتقل من شخص إلى آخر، فهي هاي العدوى راح تسبب لنا التهاب اللثة. نعم. طيب شنو الأعراض اللي ممكن الشخص يشعر بها؟ لأن في بعض الأحيان البعض تكون عنده أعراض فيتهاون بها، ما يعرف أنه عنده التهاب لثة، ممكن راح يتفاقم أكثر. وش وقت يعني أحس أنه بهاي الفترة خلاص يعني ما تفيد العلاجات بالبيت أو مضمضة بسيطة، لازم وأنه لازم أراجع الدكتور الاختصاص؟ الأعراض من التهاب اللثة أنه حتكون بها أول شيء انتفاخ، احمرار باللثة، شوي شوي تتفاقم، تصير تورم باللثة. التورم راح يؤدي الى بالنتيجه هم تفاقم، يصير نزيف باللثه، ويصير جيوب من يعني هاي تصير بين اللثه والاسنان جيوب احنا يدخل بها الاكل والبكتيريا. هاي تسبب هاي الجيوب راح يصير عنده صعوبه بالاكل، صعوبه بالشرب، واذا هاي الالام زادت اكثر من اسبوع ذاك الوقت لازم المريض يراجع طبيب الاسنان بعد. طيب دكتورة زينة، يعني هل يؤدي التهاب اللثة يعني أحيانا التهاب اللثة المزمن اللي البعض يتجاهله وما يذهب إلى الدكتور لغرض إجراء اللازم؟ بلي. يعني يؤدي إلى أيضا أمراض أخرى طبعا كالجسد، مثل هاي الأمراض مثل طبعا يعني. التهاب اللثة المزمن هو. نعم. أول شيء بالتهاب لثة حاد. نعم. مؤقت ما تعالج صار التهاب لثة مزمن. هذا التهاب اللثة المزمن يأثر على الصحة بصورة عامة، الصحة القلبية. البكتيريا اللي موجودة بمادة البلاك راح تدخل إلى مجرى الدم، تسبب التهاب بالأوعية الدموية، بالنتيجة حتسبب أمراض مزمنة للقلب. الشيء الثاني، التهاب اللثة المزمن يأثر على نفسية الشخص باستمرار، العفو عند الدم من لثته، وارمة لثته، هاي كلها تأثر على نفسيته، تسبب له قلق، تسبب له اكتئاب. والشغلة الثالثة المهمة هم التهاب اللثة يأثر على الأهل، الأمراض المزمنة اللي جمع الداء السكري، فراح يعني يقلل من يعني العفو، راح يصعب يصير صعوبة بالسيطرة على مرض الداء السكر. نعم.
فهاي الأسباب. أحسن. طيب دائما يقال بأنه الوقاية خير من العلاج. تمام. ممكن تكون واحدة من الممارسات اللي هي مسألة الاهتمام بالأسنان وتنظيف الأسنان. طبعا. عندنا مشكلة أنا كإنسانة يعني ممكن أعاني من هذا الموضوع وما عندي معلومات كافية اللي هي مسألة تنظيف الأسنان. إحنا نعرف إنه ننظف الأسنان بالفرشة والمعجون بسيطات، لكن لما أذهب إلى الأسواق أشوف أنواع هواية من فرش الأسنان. صحيح. ومعجون ممكن يكون أكو حتى بهذا الثمن. تنطينا معلومة إنه شنو المواصفات بفرشة الأسنان؟ أكو بعضها تكون قاسية، ممكن تكون بعضها جدا خفيفة وبسيطة. شو فرشة الأسنان مواصفاتها اللي أحتاجها؟ ومعجون الأسنان شو مواصفاته؟ البعض يبحث عن الحار كلش أو يعتبره هو هذا هو أفضل شيء. الأهم شيء أنه هي المهم طريقة تفريش الأسنان. إحنا جماعتنا يعني دائما بشكل خاطئ، خاطئ هو تفريش. هو لا، لازم الأسنان السفلى الفرشة تكون من تحت من الأسفل، من الأسفل لفوق، العليا بالاتجاه المعاكس. بالاتجاه المعاكس بلي. أما معجون الأسنان، أي معجون أسنان لازم به مادة الفلورايد. أهم شيء إنه هي به مادة الفلورايد. أقل شيء إنه لازم باليوم مرتين تكون تفريش الأسنان. باليوم مرة يستعمل الشخص، لازم يستعمل الخيط الطبي حتى ينظف هاي مادة البلاك الموجودة بين اللثة والأسنان. المضمضة دائما بها مضادات البكتيريا، يعني بين فتره وفتره يكون الشخص. قلتي على المضمضه دكتوره، هسه بعض المضمضات حقيقه تكون باهظه الثمن، يعني من منشا مثلا هذا من منشا عالمي يكون باهظ الثمن، يلتجئ الناس الى المضمضه بالماء والملح. ماء وملح، ما بيها شيء، ماء وملح تساعد على انحسار البكتيريا. نعم. فهم ماكو فد مشكله، بس فقط الماء يكون ماء صحي او ماء فاتر. والله الافضل هو الماء الصحي. نعم. يعني الماء الصحي. اها. وال مثل ما قلت لك، اذا استعملوا المضمضه، المضمضه لازم تكون بها ايضا هي المواد يعني ضد البكتيريا. والتفريش كنت تنصحين بالمضمضه باليوم؟ والله يعني هسه هو احنا الخيط نقول مره باليوم، هسه المضمضه صارت مره باليوم كان اللي عنده التهاب لثه طبعا اكيد مره، ما صارت هم يعني بين فتره وفتره مو مشكله، بس احنا ننصح انه من يستعمل المضمضه فنص ساعه وراها انه يبقى بدون اكل او شرب حتى يبقى تأثير المادة مادة المضمضة بالفم. زين، اليوم احنا تدرين على مواقع التواصل الاجتماعي يوميا واحد يفتي فتوى والطامة الكبرى الناس تصدق. صح. اليوم مثلا ضاجة مثلا فرشوا أسنانكم بالفحم يزيد من بياض الأسنان. أي طبعا، أشكال قشر الموز حتى يسمع ملح الليمون اللي هو احنا بالعامية ننطلق صحيح نقوله لمندوزي. لمندوزي أيضا يطيل لمع على الأسنان. لا يعني والله يعني اليوم تنصحين المشاهدين؟ والله هو الأفضل يعني واحد يتبع نصائح، خلينا نقول الطبيب هو أفضل شيء. هذا إذا صار عنده التهاب لثة من يراجع الطبيب، هي حيدي يعطي مادة يعني العلاجات الطبية يكون أفضل. هاي المواد البيتية يعني بيها نسبة، بيها نسبة أنه تكون صحيحة وبيها نسبة أنها تكون مو صحيحة، فإحنا ما نظل نعتمد على يعني تواصل وسائل التواصل الاجتماعي كل شيء بيه، بيه شيء صح وبيه شيء خطأ. فإحنا أحسن شيء أنه نلتزم مراجعة هم الشخص اللي عنده التهاب لثة أو حتى أي شخص عادي، المفروض يسوي زيارة دورية لطبيب الأسنان كل 6 أشهر. من راح يسوي زيارة دورية للطبيب الأسنان كل 6 أشهر؟ وبهذه يعني أيضا حيكون يسوي لتنظيف اللثة والأسنان. بهالحالة راح يعرف أنه هو وينصحه طبعا الطبيب، راح يعرف شنو اللي يفيده أو شنو اللي يضره. فالأفضل هو مراجعة طبيب الأسنان أفضل. طيب دكتورة، سأثناء حديثك قلتي مراجعة دورية. اليوم البعض يلجأ إلى تنظيف الأسنان عند الطبيب، البعض يقول هذا التنظيف لا يزيل طبقة من المينة. طبقة المينة. لا طبعا، ما صحة هذا الكلام. يعني لا اليوم ننظف أسنان عند الطبيب أو ما ننظف أسنان؟ لا طبعا لازم واحد ينظف أسنان عند الطبيب، لازم، خاصة إذا تكونت هاي مادة الجير. هاي مادة كلش صلبة، يعني احنا هواي شايفيها المراجعين بالعيادات، ما يفرش، ماكو عناية باستمرار، صار مادة كلش صلبة، مستحيل تروح، مستحيل تروح اذا ما يراجع طبيب اسنان، اذا ما يوفر طبيب اسنان. يعني خلينا نحكيها بال العاميه، اسعاركم تكون باهظه يعني حقيقه. اليوم المراجع يجي للدكتور على مود يحشي سنه لو شيء، يعني حقيقه يكون السعر كلش غالي. بس مو اكو مراكز صحيه، مراكز صحيه اكو مراكز صحيه صحيح بلي. على عيني وراسي هاي المراكز، بس البعض يفضل يذهب الى دكتور ولا دكتور الى باع طويل في هذا المجال. صحيح. بس الطامه الكبرى تكون الاسعار يعني باهظة الثمن. صح. واكو هم اكو مراكز ترى خيرية، يعني اعرف انهم يمكن مركز ام البنين شوية تكون اسعارهم مناسبة. زين، هسه احنا اي في المراكز الخيرية الاطباء انتوا شوية ما تقللون اسعاركم حتى الناس تلتجئ؟ ان شاء الله اخو نتمنى طبعا اخو اكيد، يعني المفروض هو كل طبيب يعني مثل ما يشوف نفسه يشوف الناس اللي داير مدايره، فان شاء الله
ان شاء الله ثاني ما عندي عياده يعني شو جماعات اللي عندهم عيادات ان شاء الله احنا يعني نحاول يعني ونتمنى يكون التمني يكون يطبق على ارض الواقع. طبعا اهم شيء هذا يعني تدرين احنا اليوم لازم نداري والراعي المجتمع. كل طبقات المجتمعيه بلي بلي. يعني الغني اليوم يستطيع يذهب الى الدكاترة الراقين ولهم باع طويل بالفعل. لكن بالفعل. الفقير الى الله مثل ما نقول بالفعل. وهم بالفعل. يحتاج يعني دائما اهتمام رعاية احسنتي وبالعكس انه شوفين هم هاي الطبقه الفقيره يعني دائما يعني كل شويه يحتاجون رعايه لاسنانهم لانه حتى ثقافتهم العلميه تكون يعني ما عندهم هذيك الثقافه العلميه فشوفين يعني احنا وايد نشوف مراجعين خاصه مثلا شفت اني احنا يعني فتره عندنا قرى وارياف تدرج طبي ويعني كلش شفتي حضرتكم وين تشتغلون؟ انا هسه قسم الصحه العامه مركز خيري لا لا دائره تابعه دائره الصحه دائره الصحه العامه بل نعم. قسم الصحه العامه ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله دكتوره زينه حقيقه حبيبتي. الحديث وياك ممتع الله يخليك لكن تسلمين. بعد احنا ملتزمين بوقت البرنامج نسال الله العافيه والصحه والسلامه الصحه والعافيه للجميع ان شاء الله ان شاء الله جميعا شكرا جزيلا الله يخليكم الله